المداومة على قراءة سورة الكهف كل جمعة. والله شيء حسن، هذا رأي الجمهور، وإن كان الخبر موقوفا على أبي سعيد الخدري لكن عليه عمل الجمهور. العمل أنا سمعت من كذا شيخ أنها بدعة. لا 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 لا, لا. من قال لك بدعة بكذا؟ من يعني لماذا بدعوا موقوف على أبي سعيد الخدري؟ يعني أبي سعيد الخدري مبتدع يعني مثلا؟ تمام، جزاك الله خير. وياكم.